من الحاجات المنتشرة جدا مع دخول فترة الشتاء هي إصابتنا بدور البرد أو الإنفلونزا. للأسف في ناس مننا بتتعامل مع الموضوع بشكل غلط، زي إن هي ما بتفرقش بين نزلات البرد والإنفلونزا والتعامل الصح معاهم، أو إنها لما يجي لها دور برد عادي جدا تلجأ إنها من نفسها تروح على الصيدلية وتطلب تركيبة حقنة البرد اللي كلنا عارفينها في اعتقادها إنها هتجيب نتيجة أسرع أو إنها تاخد مضاد حيوي من غير استشارة طبيب. كل ده هنعرف مدى صحته وإيه الفرق بين البرد والإنفلونزا وكيفية الوقاية منهم طبعا مع ضيفنا دكتور محمود البتنوني، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة القاهرة. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم، فرصة سعيدة جدا. أنا أسعد. الله يكرمك. البرد والإنفلونزا إيه الفرق بينهم؟ كويس والله، أنت أثرت الموضوع ده بحيث أن هو يعني ده موضوع فيه لخبطة من زمن الزمن. الناس من عشرات السنين عقود معتبرة ان الانفلونزا هي البرد والبرد هو الانفلونزا. البرد احنا بنسميه اللي هو كومن كولد او نزلة البرد العادية. اوكي. بيبقى ليها فيروسات كان منها الكورونا، يعني عشان بس الكورونا كانت دور برد، كانت من ادوار البرد العادية. راينو فيروس وكورونا فيروس وفيروسات كتيرة مسؤولة عن نزلات البرد. نزلات البرد بتبقى نزلة بسيطة والتهاب فيروسي بسيط، فبالتالي معظم الوقت ما بنبقاش محتاجين انتيبيوتكس او مضادات حيويه، وجست فيتامين سي، حاجات غنيه بفيتامين سي مع سوائل دافيه مع راحه وخافض حراره عند اللزوم لو في حراره بسيطه. ده البرد. ده البرد. في بعد كده بقى الانفلونزا، الانفلونزا اللي هي اوريدي يعني ابتدت في بدايه القرن اللي فات وقتلت ملايين البشر. فانفلونزا فيروس ده انفلونزا اي فيروس اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو بيتحور سنويا واللي هو ليه مصل بيتاخد سنويا عشان بيتجدد اكوردنج للتحور اللي حصل له، فبالتالي بناخد المصل يعني تحسبا ان يجي لي انفكشن او التهاب بالانفلونزا. ان الانفلونزا دي بتسبب مرض خطير زي ما الناس بتخاف من الكورونا او الكوفيد، هي نفس الكلام، كان بتجيب التهابات رئويه شديده وممكن لا قدر الله تدخل المريض في فشل تنفسي من الدرجة الأولى بنقص أكسجين. فالإنفلونزا يعني ده آدم يموت من إنفلونزا. إنفلونزا لو في إحصائية مثلا زي إحصائية في أمريكا إن في 100,000 واحد بيموت سنويا من الإنفلونزا كل سنة، كارثة من إنفلونزا فقط. خلاص يعني بعدنا بقى عن أي أسباب أخرى والتهابات رئوية أخرى وأسباب تؤدي للالتهابات الرئوية غير الإنفلونزا، 100,000 من الإنفلونزا فقط. فده حاجة مهمة لازم نبقى حاطين في دماغنا إن إحنا نفرق ما بين ده وده. والمريض مش مطلوب منه يفرق، دور برد يومين ثلاثة وفيتامين سي وشوية سوائل ولقى نفسه كويس والدنيا تمام، خلاص ده دور برد وانتهى الموضوع. لكن لقى الموضوع بيزيد، كحة شديدة، ألام في الصدر، ارتفاع في درجة الحرارة، لا ساعتها لازم يروح للطبيب عشان يقدر يشخص هل ده انفلونزا، ده متحور من كوفيد، ده التهاب رئوي بكتيري. لازم يبقى في تفرقه كلهم ما بين شبه كلنا. بعض بالنسبه للمريض، الاعراض واحده. اليوم الكام ممكن المريض يروح للدكتور؟ يعني 3 4 ايام ما لقاش ان في فايده او الموضوع بيسوء او الحراره عاليه قوي، ان شاء الله بالحقيقه عاليه قوي دي من اول يوم. لو في حراره عاليه قوي وصلت 39 هاي جريد فيفر 39 40، يبقى في الحاله دي يفضل ان هو يذهب الى طبيب مباشره. حراره بسيطه او جت مره وراحت مع حاجه مع شويه رشح واعراض بسيطه، احتقان بسيط في الزور يومين ثلاثة وراح الموضوع خلاص. زاد كحة زادت، يبقى بالتالي لازم يذهب للطبيب، سواء بقى الأخصائي اللي جنبه أو ممارس عام حتى باطني، يعني ممكن يروح لحد primary care، يعني حد يقدر يديله النصيحة الطبية، أو لو شافها حاجة محتاجة تحول تخصص بيحولها للتخصص الأمراض الصدرية. دكتور دايما بنشوف ناس بيجي لها ادوار برد كتير قوي ورا بعض، او ادوار انفلونزا او تعب خلينا نقول في الجهاز التنفسي، وناس تانية مش بيجي لها. هل في ناس عرضه اكتر من التانيين؟ ده كلام مظبوط. اولا الناس اللي هي بيجي لها اعراض برد كتير في الغالب، واللي هو يعني شبه بيقولك ما بيخفش، شبه عنده برد طول الوقت، ودي تلاقيها ملحوظه في بعض الامهات لاطفالها كتير، يقولك انا مراخيره مرشحه وبيكح على طول وبيتعب طول الوقت. غالبيتهم عندهم حساسيه في الجيوب الانفيه ولم تشخص، ودي بالنسبه لنا بقى كدكاتره امراض صدريه في تخصصنا مهمه جدا. ليه؟ ان حساسيه الجيوب الانفيه بتبقى اعراضها مقبوله، شويه رشح
عطس، حكه انف، ريحه الصبح مش حلوه، بيصدع ساعات، وبيتكيف المريض عليها سواء طفل او كبير وبيتعايش معاها. المشكله ان 80% من الناس دي بيجي لهم حساسيه بقى في الشعب الرئوي او ربو شعبي. فعشان كده احنا بسبب حساسيه الجيوب الانفيه، مش بسببها، هي بتبقى موجوده. بصي، هو البني ادم بيبقى اتوبيك، عنده استعداد للحساسيه. فاستعداده للحساسيه في حد ذاته ممكن يظهر في اي حاجه، سواء في الجلد، سواء في العين، سواء في الصدر او في الجيوب الانفيه. الجيوب الانفيه بالنسبه له خلاص، انا متعود اصحى من النوم اعطس لي 3 4 عطسات الصبح، خد البخاخه ومش عارفه ايه، ولا بياخد بخاخه ولا حاجه، هو بعد الاربع عطسات زي الفل، هو كويس. وعلى مثلا شويه تراب اي حاجه برضو يعطسله كام عطسايه، شم حاجه وبتاع ممكن يزكم شويه، وبعد شويه بيبقى كويس جدا. فخلاص هو مش حاسس ان عنده مشكله. بيجي له صداع، اصلا انا بتعب كتير وبيجي لي صداع كتير، بيجي لي صداع نصفي، فهو برضو مش مدرك ان ده التهاب في الجيوب الانفيه ناتج من وجود حساسيه في الجيوب الانفيه. بعد شويه احنا بتبتدي تظهر ان المواد الالتهابيه اللي بتطلع مع حساسيه الجيوب الانفيه تبتدي تنشط مع الوقت ومع السنين، فتبتدي تظهر بعد كده في الشعب الهوائيه. حساسيه او ربو شعبي في الاول بيبقى ليها مقدمات، ان بيجي له التهابات شعبيه كتير، كحه كتير، تهيج شعبي وكحه ناشفه بدرجات متفاوته كتير، وبعد كده بتبتدي تظهر حساسيه الشعب الهوائيه بطريقه واضحه وصريحه. فعشان كده احنا بيفرق معانا جدا 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 ان احنا نشخص حساسيه الجيوب الانفيه بدري، عشان ده هيفرق معانا ان احنا نحمي المريض من ان هو يدخل في حساسيه شعب هوائيه في المستقبل. لو شخصنا المريض ان هو مريض حساسيه جيوب انفيه، هل بيمشي على علاج بالزبط. هل بتعالج؟ لان دايما الجيوب الانفيه، الجيوب الانفيه بايخه وطويله فعلا، الناس تعمل على انها مزمنه، لكن ومزمنه، ولكن على علاج مستمر منتظم لا بتفرق كتير جدا. الاعراض بتختفي، وفي بعض الاحيام بتختفي تماما، بس عايز علاج سنتين ثلاثة متواصل، مش وقت ما يجيله العطس ولا هي الميزة دلوقتي في علاج الحسية عموما او انواع الحسية كلها، ان بقى في طفرة في العلاجات دي، بقى في طفرة ان انا بقدر اخد علاجات ليس لها اثر جانبي، نقدر نمشي لونج تيرم او على المدى الطويل من غير ما نتأذي. فبقى في منها ارتياح تام، او في بعض الاحيان تختفي تماما. صح، فدي بقت فرصة. ولو تلاحظي على فكره معظم الناس، يعني لو اتكلمنا عن حساسيه الشعب الهوائيه، معظم الناس اللي عندهم حساسيه الشعب الهوائيه رياضيين اساسا. يعني ممكن يبقى بيلعب رياضي واثليت وراجل مشهور في رياضه كبيره، وهو اوريدي كان عنده حساسيه في الشعب الهوائيه. فالحساسيه لا تمنع ان انا امارس حياتي بطريقه طبيعيه، بس تعالج جيدا عشان اقدر اعيش بطريقه سهله ومريحه ومش مهدد طبعا، لان